وشوشة. في حاجة مع الأستاذ رامي إمام في الأيام اللي جاية احتمال بشكل كبير إن هي تكون دي يمكن حاجة ليكون. هو كلمني في الفترة اللي فاتت وتواصل معايا وقال لي إن هو في الفترة اللي فاتت كان عايز الحاجات بتاعت الجماعة, فأنا بعتها له فقال لي طيب أنا هكلمك على أول ستة إن أنا عايزك ومع شركة الإنتاج إن أنت تتواصل معاها يعني, فيمكن في الأيام اللي جاية إن شاء الله يعني ربنا يسهل. الأستاذ يوسف العسيني هو الدعم الأول والأخير ليا في نجوم إف إم, هو الأستاذة هالة حجازي رئيسة الراديو, واستاذ هلا حجازي واستاذ رامي محسن واستاذ يوسف الحسيني يمكن هم داعمين بشكل كبير ليا, ولما بيكون في حاجه غلط في برنامجي بينصحوني بيها, بيقولوا لي خلي بالك احنا عنا عليك, فما تحاولش ان انت تعمل حاجه خارج اللي احنا عايزينك فيه, فاحنا عنا عليك كويس قوي بس احنا بنشوفك من ورا الستار, فاحنا مش المفروض نقول لك كده, بس خلي بالك من الكونتنت اللي انت بتقدمه, خلي بالك من المداخلات بتاعتك, خلي بالك من الضيوف بتاعتك كويس قوي, خلي بالك انت بتعمل ايه, عشان احنا بنفكر في الايام اللي جايه دي ان احنا هنعمل تطوير, فاحنا بنتمنى ان انت تكون معانا في التطوير. معاك سبونسر خش, معاكش سبونسر الاعلام بقى بزنس, ما بقاش زي الاول, ما بقاش كونتنت محترم مقدم برنامج محترم إعلامي هيروح هينفذ اللي درسه في كلية إعلام في قسم إذاعة وتلفزيون اللي هو درسه بشكل محترم, يروح بيته راضي عن نفسه راضي عن العمل بتاعه ويقول أنا اتخرجت استفدت اشتغلت طلعت راضي عن نفسي. بقى دلوقتي تدرس اللي انت درسه أيا كان, هو كان إيه لو طب أو معهد التعاون ومعاك ممول هيجي يشيل برنامجك, أهلا وسهلا بيك. الدولة ما تقبلش كده على فكرة في نسبيره خالص اطلاقا, بتجيب واحد اعلامي شاطر مميز عارف يدير الحوار بشكل ما وعارف يدير الموضوع بشكل كويس وهيفيد المشاهد. تعالى امضي قدم البرنامج, ده اللي انا بتكلم فيه. بعض الحاجات بتكون فيها, لكن بعض الناس, في ناس كتير جدا من رؤساء القنوات ورؤساء المحطات عايزيني جدا, بس كل ما ييجوا يتكلموا معايا يقولوا لي كل واحد بيجي بيبقى عايز واحد صاحبه هو اللي يعمل ده, ما يبقاش عايزين كذا, دي كل المشكلة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.